مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. قال الناشطون إن حي برزة في العاصمة السورية دمشق يتعرض لحملة عسكرية عنيفة من قوات النظام، وأفاد الناشطون بأن قوات النظام تقصف الحي بالصواريخ وقذائف المدفعية والهاون، فأوقع قتلى وجرحى وتسبب في هدم منازل عدة، كما استهدف القصف مسجد برزة الكبير. من ناحية أخرى، أعلن الجيش الحر سيطرته أيضا على كتيبة الدفاع الجوي 49 في محافظة درعا. قائدنا للأبد سيدنا. قوات المعارضة السورية حققت تقدما جديدا بعد سيطرتها على كتيبة علمة للدفاع الجوي التابعة للواء 38 بعد حصار دام أسبوعا، وتحتل الكتيبة موقعا استراتيجيا لتوسطها محافظة درعا. قبل فرار القوات النظامية أحرق الجنود المعدات الثقيلة حتى لا يستعملها مقاتل المعارضة. وفي عدرا بريف دمشق سيطر مقاتلو الجيش الحر على حاجز الأعاطلة بعد مواجهات عنيفة مع القوات النظامية، كما استولوا على معدات ثقيلة ومدافع كانت في الحاجز. واستمر قصف سلاح الجو على كثير من المدن والقرى، مثل ما هو الحال في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث قصفت الطائرات عددا من أحياء المدينة، كما شمل القصف الجوي مخيم الحسينية في ريف دمشق أيضا. ويتنازع الجيش الحر وقوات النظام مدينة داري المتاخمة بدمشق. المدينة خلت من السكان وأصبحت مسرحا لمواجهات عنيفة، معالمها ضاعت تحت وطأة القصف. مدينة الزبدان غرب العاصمة دمشق تتعرض للقصف والحصار في آن واحد. الناشطون أكدوا أن القوات النظامية منعت وصول الدواء والغذاء إليها، إلى جانب تنفيذها إعدامات ميدانية بحق مواطنين. الدمار الكبير الذي حل بالمنشآت والمدن جعل السكان يصطفون أمام المخابز في حمص وغيرها من المدن للظفر برغيف خبز. أما سكان حلب فاصطفوا أمام مضخات المياه الجوفية ليرووا ظمأهم بعد أن عطل القصف قنوات المياه. تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الحصار دفع السكان إلى الخروج في مظاهرات لا تطالب بالحرية فحسب، بل بإصلاح قنوات المياه وتوفير الكهرباء أيضا. في جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بأن مروحية سورية أطلقت صاروخين على أطراف بلدة عرسال في شرقي لبنان، وتبعد البلدة أو المنطقة التي استهدفها الهجوم على بعد 25 كيلومترا من الحدود داخل الأراضي اللبنانية. وقد استمرت المواجهات بين فلسطينيين وقوات